مساء الخير، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة قبل أن نكمل عقد حلقاتنا، لكن بموعدنا مع آخر أيام عيد الفطر الذي أتمنى أن يكون قد مر عليكم بسعادة كما هو اسمه عيد الفطر السعيد. مع هذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى مسك الختام الذي يجب أن يكون مختلفا، وهذا ما سيكون. لكن قبل أن نتحدث باختلاف هذه الحلقة يجب أن نتوجه بالشكر لجميع الضيوف الذين شرفونا في حلقات بيني وبينك 12 في موسمه الثاني على التوالي، وكانوا يشتركون بقواسم عديدة. أهم هذه القواسم أنهم جميعا من مواليد ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، أي أنهم في مجالاتهم المتنوعة رواد، إضافة إلى أننا في هذا الموسم استضفنا أعلاما خارج السياق الاستضافة أو خارج السياق الاستضافة المتعارف عليها، ونجوم دراما أيضا كبار، والجميع اختبر معنا معرفة الناس فيه وحبهم له. فشكرا للضيوف ولمن شاركنا استبياناتنا في كل حلقة، وأشكر أيضا كل من لم نتمكن من استضافتهم لأسباب خاصة بهم أو بنا، فهناك أكثر من 30 ضيف تم التواصل معهم ليكونوا معنا، وخرجنا بسلام في نهاية الشهر الكريم سعداء باشتراككم معنا في قراءة 12 كوكبا أنار سماء فضائنا. ماذا بقي إذن؟ بقي قائمة شكر طويلة أخرى يجب أن لا تفوتنا، نبقيها لختام حلقة اليوم، وبقي جمل الامتنان لكم ودعاء دائم لسوريا نرفعه في كل أوان. وبقي في البدء أن ندلكم على ملامح قليلة لضيفنا قبل أن نأخذكم إلى أعماق تجربته. هو الموسيقي القادم من أطراف لوحة الموزاييك السورية بكل ما تحمل من تنوع وجمال، مزج على مدى 5 عقود أصوات الحياة ليصوغ منها نوتة موسيقية تخلد الفن السوري الشفوي، فقدم للأجيال القادمة خدمة قد لا نعرف أهمية هذه الخدمة اليوم، لكن الاختصاصيين في مجال الموسيقى يعرفون ذلك جيدا. بعد هذه الحلقة ستعرفون أنتم مشاهدينا عظمة ضيف حلقة اليوم الأخيرة في سلسلة بيني وبينك، والمميزة في سياقها فهي أول الحلقات التي لن نعرض فيها مشهدا بصريا واحدا، لكن سيرافقنا على مدار الاستضافة موسيقى الضيف لتكون شاهدا دائما على روعة نتاج ضيفنا الذي لو أردنا وصفه بجملة لكانت الموسيقار مبدع رحيق الصوت. إنه نور اسكندر من مواليد حلب عام 1938، حاصل على شهادة الليسانس في التربية الموسيقية من القاهرة عام 1964. درس مادة التربية الموسيقية في إعداديات حلب، وخلال الفترة ما بين عام 1964 وعام 1989 قام بتجارب موسيقية غنائية آلية على المقامات الشرقية العربية، البوليفوني والهارموني، وفي تداخل الأجناس وعلاقات المسافات الموسيقية ذات الأربع. ومن هذه التجارب الثلاثي الوتري، كونشيرتو لآلة العود مع أوركسترا الحجرة، كونشيرتو لآلة تشيلو، تأليف وتلحين قصيدة خطامة للكورال. ويعتبر نور اسكندر من أكثر الباحثين والمؤلفين الموسيقيين السوريين اهتماما بتوثيق الموسيقى السورية القديمة ولا سيما السريانية، ومن أبرز أعماله الموسيقية رؤيا وتجليات، ومن مؤلفاته المطبوعة بيت كازو. ومن أشهر مقولاته التراث الموسيقي السوري هو حصيلة مجموعة ألحان فلكلورية شعبية وأصيلة ومعبرة عن روح الشعب وأفراحه ومعاناته. أهلا وسهلا فيك أستاذنا ضيف الحلقة الأخيرة، وخصوصي أنه الموسيقى يعني ما لها حضور كتير بالإعلام، فأنا بتشرف باستضافة حضرتك. كيف الاستضافات تمت لك؟ هل تم استضافتك ببرامج كثيره ولا برامج عديده متعدده متنوعه؟ وشكرا لاستضافتكم ببرنامجكم الخاص، وشكرا للعاملين الصف تبع البرنامج، وشكرا للجمهور والحضور الكريم الذي يتابعنا في هذه المشاهد. على عموما نحن مثل ما قلنا رح يبلش معنا من السؤال الأول، وأسئلتنا خاصة بالموسيقى، الموسيقى حضرتك وخاصة بشخصك
الكريم، ورح نبدا بالسؤال الاول اللي هو سؤال كسر جليد بصراحه، انا اول مره بستخدمه لهذا السؤال، لكن من الضروري استخدامه. وبتعرف حضرتك 10 اسئله الوقت المخصص لنا لازم نجاوب عليهم كلياتهم، والموسيقى اللي رح تسمعوها اثناء الاسئله هي جميعا من تاليف ضيفي الكبير المايسترو نوري اسكندر. السؤال الاول، اللقب المفضل للمايسترو نوري اسكندر، الاستاذ نوري اسكندر، ملفونو، مايسترو، الموسيقار يحب أن ينادى باسمه. ملفونو هو معناها أستاذ لكن بالسرياني، فبين هذه الاختيارات ماذا تختار؟ والله يجوز دمج جوابين في سؤال واحد؟ لا، فيك تدمجهم بالحديث، بس بدنا تختار واحد من فقط. ملفونو. ملفونو، أيوة. الخيار الأول. يعني هلا كثير عالم ممكن يقولوا يعني ثقيله الكلمه، بس مين كان ينادي لك ملفونو اكثر؟ كل المجموعات اللي تعاملت معهم بالكورال، حتى هون في دار الاوبرا، حتى الاصدقاء الموسيقيين بيعرفوني انا من زمان، بيسموني ملفونو. ملفونو بالسريان يعني استاذ. الاستاذ ملفونو الموسيقي، او الموسيقي ملفونو فلان كذا كذا. انا بعرف انه كلمه موسيقار ما بتحبها. ما كثير بيعجبني، لانه كأنه ما كثير برتاح. لا، طب ما في عنا موسيقار عربي؟ في كثير موسيقارين وبخير وبركة. من يستحق لقب موسيقار؟ أسئلة صعبة هيك ما تسأل، لأنه في كثير كبار في العالم العربي بيستاهلوا. إذا عدينا بننسى ناس تانيين، ما بدنا نكون في موقع. طيب بسوريا كمان أسئلة صعبة، بس أستاذ صلح الوادي الله يرحمه، الله يرحمه، وفي المؤلفين في الأغنية السورية الله يرحمه سكر، وفي عبد الفتاح سكر، وابراهيم جودد، نعم، سويل عرفه، وفي ناس اللي من حما نسيت اسمه، استاذ نجيب السراج. في اساتذه كثار بيستاهلوا يكونوا هن موسيقارين وقدموا كثير. طب بس يعني من خلال خبره حضرتك، امتى بتحس انه الواحد يليق فيه ان يطلق عليه كلمه موسيقار؟ كلمه موسيقار هذا بنتركه للناس شلون ما بريدوا يحكوا، والنقاد شلون ما بريدوا يحكوا يوصفوا. يعني ما بدي احدد انا هيك بحب، قولوا لي هيك، نادوا لي هيك. لا، بيجوز واحد يقول لي الموسيقى، واحد يقول مدرس، واحد يقول اي سؤال ثاني، ماشي. المهم في النهايه صفه الشغل، انتاج الشغل هو اللي بيعطي الصفه النهائيه للانسان اكثر من تسميه. الى السؤال الثاني، وهو سؤال يختص بذكرياتك. شكلت ذكريات النزوح مع العائلة في الطفولة للموسيقار نوري اسكندر أرضية خصبة للاجتهاد في البحث الموسيقي. 2، ذاكرة قاسية لا ينساها رغم بعدها. 3، انتماء ظهر في موسيقاه. 4، لا يذكر شيء عن تلك المرحلة. السؤال الأول، الخيار الأول، أرضية خصبة للاجتهاد، للاجتهاد وللتعرف على أنواع الموسيقات في سوريا، ألوانها من موسيقى في شمال سوريا، موسيقى تركية، موسيقى كردية، موسيقى سريانية، عربية، كل أنواع الأطياف. بهالسفريات وهالتنقلات أعطوني فرصة أتعرف عليهم. طيب نحن مشان نحكي للمشاهدين عن موضوع النزوح، شو هو النزوح؟ النزوح عبارة عن، وحضرتك يعني العمر كله مواليد 38، يعني أنا ولادة دير الزور سنة 38، لكن الأهل كانوا أجوا من تركيا أورفا سنة 21-22، هاجروا أورفا، روها حاليا أورفا في تركيا، حاليا اسمها أورفا هي بتركيا، وهي من شمال جرابلس. شمال جرابلس أبو 50 كيلومتر. نزلوا قعدوا في عين عرب شوي، بعدين طل أبيض، بعدين دير الزور، بعدين رقة. أنا ولدت في الرق في دير الزور 38. وذكريات يعني كانت ذكريات دير والرقة، لا بتذكره بين ال 42 45 46 47 هيك شيء، يعني بعد الخمس سنوات أتذكر الدير والرقة وبقايا هنيك أكثر شيء. كانوا يحكوا عن أهلك عن أورفا؟ بيحكوا عن أورفا وذكريات قديمة، مأساة قديمة من الهجرة والمعاناة. ما الذي جعل شاب بهذيك المرحلة يتعلق بالموسيقى؟
هذا جوابه الدقيق ما بعرف، بس بعرف انه في عمر معين من الاعدادي، مرحله الاعداديه، حسيت انه بحب الموسيقى كثير. واشتغلت في فرقه كشاف، فرقه كشفيه للموسيقى. كنت تعزف الترومبت؟ ترومبت مزبوط. ومن هناك بلش الحب يزداد الى الموسيقى الكلاسيكيه. بعدين درست كمانجة، استمعت على المؤلفات العالميه والمحليه. والدراسه الاكاديميه؟ الدراسه الاكاديميه كان بين 59 64 في القاهره، بناء على منحه دراسيه من الجمهوريه العربيه المتحده، كانت اول سنه للوحده بين سوريا ومصر. ما حاولت تعمل دراسات عليا او اكثر؟ حاولت كثير بعد التخرج ورجوعي للبلد، حاولت دراسات عليا، لكن كان حظي اقل من الاول، ما حسنت احصل على منحه دراسيه للتكميل، ربما هذا من حظي الجيد، لانه خلاني اتعرف على البلد واكمل دراستي في البلد، اكمل دراسه ميدانيه في البلد مع الموسيقى، انواع الموسيقى بين كلاسيك بين جاز. كيف درست الموسيقى؟ يعني هذه الموسيقى اللي عم نسمعها هلا باك جراوند لحوارنا، هي بدها دراسه خاصه. يا سيدي، انا دراستي ما هي اكاديميه كلها 100%. لغايه مرحله ال 60 64 كنت في القاهره، رجعت بس حسيت انه ما كفت هالدراسه، كان بدك شغل كثير. ما صحت لي طلع على برا مشان اكمل دراسات عليا. فاشتغلت في حلب عند احسن استاذ، عند اللي الله يرحمه اسمه واتشي رميان. هذا الاستاذ كان استاذ الجاز في الموسيقى في حلب وفي الشام وفي بيروت. يعزف ثلاث اربع آلات، موهوب انسان ومعطاء، والله يرحم روحه مليون مره. ورحت قلت له انا جاي معي ليسانس بس شقيته كبيته بدي اتعلم من عندك. ضحك، قال شو؟ قلت له جاز، لانه هو اختصاص الجاز. موسيقى الجاز فتح امامي امكانات للكلاسيك، اسمع اكثر وافهم باختزال، لانه هالمايسترو اعطاني باختزال كل الامور، ما دراسه اكاديميه مرحله بس مرحله. بس هاي الموسيقى الشفويه الموجوده تقتضي السفر والتعرف عليها على ارض الواقع. الموسيقى الشفهيه، اول نوع من الموسيقى الشفهيه اللي تعرفت عليها واثر علي هي الالحان الكنسيه السريانيه في الكنيسة. هالألحان من صغري كمان كان في عشق حبيته، وكنت أسمع من المؤدين أنه هذه الألحان فيها تعقيدات، فيها اشتقاقات، فيها مجموعات كبيرة، وصار شغفي زيادة، وقررت في يوم من الأيام يصح لي فرصة أدرسهم. فبعد ما رجعت من القيرة من دراسة، شفت صديق جرى، قعدنا بلشنا نسجل هالألحان. بعدين اجى واحد ميوزيكولوج من سويسرا المانيا، سجلنا معه. بعدين كل واحد راح في دربه. في سنه بلكي 90 98 او 99 كان مطران يوحنا ابراهيم، راعي ابرشيه حلب، بحب الموسيقى كثير وبيعرفني انا كنت ناوي ادرس دراسات الالحان السريانيه، قال لي لازلت عم تفكر في دراسه الامور؟ قلت له ايه والله بشغف. قال لي بلش، ايش ما يلزم جاهز. ففتح الامكانيات كله، جمعت هالشفويات اللي كان مسجله على اشرطه باصوات متعدده بناس قائلين، وتم تنويض هذه الالحان على مدرستين، مدرسه الرهاويه ورفا، والمدرسه الثانيه مدرسه دير زعفران باداء. ما راح نحكي بالاختصاص كثير لحتى لانه مشان ما نضيع، مشان نحن نضل باسئلتنا العشره. بالزبط. السؤال الثاني تقاطعك مع اجابات اللي دخلوا وشاركوا بالتصويت، وهن كثر بصراحه، حبوا يتعرفوا على شخصيتك وتعرفوا عليها من خلال السي في ومن خلال ما نشر عنك في الانترنت. وانت اخترت الخيار الاول، ارضيه خاصه بالاجتهاد في البحث الموسيقي بما يخص الذكريات. 23% يتقاطعون معك بهذا الخيار. انا يعني حاب اعمل لك مفاجأة، بس لسه ما جهزت مفاجأتي، بس تجهز رح اخذها على الهواء. هلا خليني اروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث عن التدريس، تدريس الموسيقى بالنسبة للموسيقار نوري اسكندر، المجال الذي صقل وعيه الموسيقي. 2، المكان الذي اختبر فيه مؤلفاته. 3، العالم الذي لم يغادر. 4،
أجمل ما قدم في حياته؟ التدريس. التدريس صقل أول سؤال. صقل وعيك الموسيقي. بالضبط. وكان وقت بدي يكون إنسان مدرس. خيارك الأول. أيوة. وصادق لازم يلحق يكون عنده ثقافة أكثر حتى إذا سئل يعرف يجاوب كمدرس صح. في نفس الوقت التدريس بيكتشف أثناء الإعادة في الأمور الموسيقية مع الطلاب، بيكتشف عمق الألحان شيئا فشيئا أكثر. ممكن يشوف تأثيرات الانطباعات على وجوه الأولاد المرحلة الإعدادية بالذات، تأثراتهم بيعطي لهم انطباعات. من هم أهم طلابك أستاذ؟ والله طلعوا اثنين هن كتار كويسين كتير، بس في اثنين طلعوا صاروا نجوم في يوم من الأيام. واحد اسمه جورج جبران اللي هو شادي جميل. شادي جميل جورج جبران. والثاني صاروا نجوم بعالم الغناء. نعم نعم. والثاني كان فهد يقن. باسمه فهد يقن وغنى في عالم الغناء ومن أصوات والموهبة الجميلة. هاتنين هدول بالغناء. طب بالموسيقى؟ بالغناء. بالموسيقى أنا ما درست موسيقى آلية بشكل دقيق حتى أول شو طلع، ما كنت بدرس العزف على الآلة، بس التعامل مع العازفين لمستوى أرقى هذاك موضوع ثاني كان فيه هيك شيء. على كل الأحوال يعني بيعني لك شيء اسم جورج هيربديان؟ ها هيربديان هذا ابن أختي وبعتبره موهبة فزة غير عادية، حسيت بهالموهبة. هو عمره 7 سنين. عزف تشيلو. عزف تشيلو هو بس هو قبل ما يعزف تشيلو قاعد برا جيب خشبة عليه وتر دندن عم بيغني. مهووس. كان عمره 4 سنين؟ مهووس. 6 سنوات. 6 7. نعم. قلت هذا أنت، فدخلت المعهد الموسيقي درس تشيلو. تشيلو كان بين أصلا في حلب وكان براع في تخرجه، أداء شرقي وغربي ممتاز. إلى أن كبر صار اجى للشام ودخل اوركسترا سيمفوني عزف، والشرقي كمل حاله كمان من تركيا وهون وهنيك. فهذا من الطلاب اللي بفتخر فيهم، بس كنا بدنا نكمل مشوار، سوء الحظ ما صار نصيب، قام سافر للسويد، هجر للسويد، وهو حاليا هناك يعمل في الفن باشكال مختلفه. ونجم بالسويد هو؟ مو موضوع نجم، كان طموحاتنا مو نجم يصير نجم. هو معنا على الخط. معنا على الخط. الو. ايوه جورج، اهلا وسهلا فيك. ونحن كنا بنتمنى تكون معنا بسوريا يعني ونستفيد من خبرتك اكثر. الاسم الكبير نور اسكندر هو عم بيقول انت من اميز طلابه اللي بعمر 6 سنوات اكتشفك، ولا انت بعمر 40 تقريبا. بهذا الاسم يعني هذا الاسم بالنسبه لك ان شاء الله العمر كله شو بيعني نور اسكندر؟ والله هو اذا قال انا من احسن طلابه وهذا شرف كثير كبير لي. وانا بالنسبه لي نور اسكندر هو خال واخ وصديق واستاذ كبير. يعني له كثير كثير فضل كبير علي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بكفي انه الشخص يرافق نور اسكندر بتعلم منه كثير كثير شغلات. شو تعلمت منه؟ والله كثير. مثل؟ تعلمت افكر بالموسيقى، تعلمت اشوف، يعني اشوف بالموسيقى، احس العلامات الموسيقية تكون هي الوان اكثر ما تكون علامات نوتات يعني. شو الرساله اللي بتطلبها منه بيني وبينك، بينك وبينه، ما حدا عم يسمع هلا. والله بقول الله يطول بعمره ويعطيه الصحه ويكتب قد ما فيه يكتب، لانه هذا الشيء اللي بده يكتبه بده يتم بالاخر كنز لنا. ونحن بنتمنى قريبا نشوفك بسوريا جورج ونكسبك بلقاء، ونجوميتك بالعالم تكبر وتكبر. بتحب تقول له شيء استاذ نوري عم يسمعك؟ كنت بدي اقول له كان في عندنا مشروع نعمل يكون في نجم عالمي بين الموسيقى الشرقيه والغربيه بالنسبه لجورج، لكن يبدو انه ظروفنا وعقلنا انا وهو ما تركب ابراجنا مع بعضنا، وصارت ظروف اللي صار وخسرنا. اي سافر. على كل انت جورج بتنادي له عقلنا ركب على بعض 20 سنه. ايه بس وقت تجينا بدنا نسوي جول، بدنا نسوي نتائج مهمه كثير. سافر. قال له جول.
اكلنا جول. اكلنا جول يا سيدي. ان شاء الله بترجع بخير وسلامه ان شاء الله. وبنشوف الموسيقى السوريه بنجومها اللي مثلك وباساتذتها اللي مثل الاستاذ نوري منوره، لانه بصراحه دار الاوبرا بتنتظركم دائما. جورج شكرا كثير لمشاركتك معنا من السويد. تسلم تسلم. ونحن بنرفع راسنا باسمائكم. شكرا يا جورج. شكرا شكرا. الله يطول بعمر استاذنا وخالي نوري اسكندر. شكرا شكرا يا جورج على الاتصال. شكرا جورج. فاجأتك؟ هو مفاجأة فعلا، هذا أكبر مفاجأة. حلوة؟ حلوة، لأنه كان زمان ما عم بحكي معه. أنا متخاصم. صالحته؟ هلا تصالحنا، ومن زمان بعت له رسالة بمعنى إنه رح نتصالح. طب يعني من قلبك هيك؟ إيه إيه إيه، لأنه ما له نهاية، موضوع الزعل بيضر الواحد، بيصير عائق إنه بدل ما يشتغل ينتج شيء كويس بصير عكس. أنا جميل. سعيد إني وصلت لهي النتيجة. بس مين أوحالك إنك تساوي هالمفاجأة؟ يعني أنا بحب صالح العالم، عرفت؟ فقدرت. إذا من تلقاء نفسك شغلة كثير رهيبة. أكيد من تلقاء نفسك. أنا بالي في من دس. طبعاً بدي أشكر المايسترو ميساك باكبودريان اللي قدر يأمن لي رقم التليفون حتى نتواصل مع أيوة. مع جورج. عموماً بدنا نسمع مسمع من الثلاثي الوتري اللي هو ناصر مورلي وسوسن اسكندر ومحمد نامق تشيلو. نسمع بس دقيقة، خليكم معنا على السمع وبدنا نتابع حوارنا بالسؤال الثالث. استاذ بس تسمع موسيقاك بحسك كأنه عم تسمعها لأول مرة. في هالشي مزبوط، وبالذات هالقطعة أول جملة هو الجملة هيك فيها تقاسيم. أول جملة هو نفس جملة جورج، تلميذه تعلم منه عم يعزف مثله. تلميذه محمد نامر؟ ذكرني هذا لأنه كان بيعزف هو قبل ما يسافر في محلات بيعمل معي هالشوك، بس هلا ذكرته أكثر في هاللحظة اللي سويت فيه مفاجأة. هالجملة تبع تشيلو هو نفس جملة تبع جورج، طالبه محمد نامق تعلم منه سوى مثله حرفيا. فأنا عم بسمع بهاللقاء هذا عمل معي هالحالة، أنا آسف من الجمهور. نحن ما منحب نوصل ضيفنا لهاي الحالة، لكن صدقك وإحساسك بموسيقاك خلاك تكون هيك. نحن منحب نحتفظ بهاي اللحظة. شكرا. وهذا دليل صدق الموسيقي أولا وأخيرا. مشاهدينا اللي عم تسمعوه هو من الثلاثي الوتري. بدنا نرجع لأسئلتنا، أسئلتنا بعد السؤال الثالث، وصلنا للسؤال الرابع. نرجع لأسئلتنا، شو رأيك نطلع من يلا جو الحزن اللي عمله. شفت يا جورج شو عملت بخالك من خلال اتصالك، قديش بحبك يعني. السؤال الرابع، ونرجع نحكي عن الثلاثي على هاي المقطوعة. التجارب الموسيقية المختلفة في حياة الموسيقار نوري اسكندر جاءت لتطويع المقامات والأجناس الموسيقية بمرونة وأصالة، لتأسيس حركة حوارية ديناميكية بين الأجناس الموسيقية، لخلق حوار موسيقي وفكري في آن واحد، الخيار الرابع لخلق موسيقى جديدة مستمدة من التراث السوري. الجواب الأربعة كله سوا مع بعض بشكل موضوع واحد وجواب واحد. يعني حضرتك بتقول الأول تطويع المقامات والأجناس الموسيقية بمرونة وأصالة، تطويع والحوار وخلق دراما وخلق موسيقى جديدة هو جواب لسؤال واحد.
نعم، لكن إذا ردنا نختار من الأربعة بنختار الأول؟ لا بنبلش كله بدنا بس بدنا نحط خيارنا على واحد. خلق تطوير آخر شيء؟ لا تطوير، تطوير المقامات والأجناس الموسيقية بمرونة وأصالة. لا اللي وراه خلق حوار موسيقي وفكري في آن واحد. هذا خلق. إذن الخيار رقم ثلاثة. طيب كيف بيخلق الحوار موسيقيا؟ هذا السؤال كثير مهم، لأنه في موسيقانا في أغانينا كل الجمل والأغاني والقطع الموسيقية عبارة عن أسلوب سردي، بيقول جملة ثم بيقول الجملة الثانية وبعدين بيرجع الجملة الأولى وهكذا في الأغنية. فورم A B A A B A، فورم مغلق، كذلك في القطع الموسيقية من هالنوع. بينما اللي في حوار موسيقى حوارية بده يكون هناك في الجملة الأولى فكرة موسيقية والجملة الثانية فكرة موسيقية ثانية. التحاور بين بعضهم والتفاعل مع بعضهم والخروج إلى أفكار موسيقية جديدة، هذا هو الحوار. والحوار بيلزمه اللغة، والحوار بيلزمه لغة. وهاللغة الحوار منين بدنا نجيبه؟ إذا سمعنا كلاسيك سيمفونيات وقلدناهم مثل ما عملوا قسم من المؤلفين العرب هالأسلوب هذا فاشل. لغة الحوار الموسيقي الخاص تبعنا بده ينبع من مفردات الموسيقى في موسيقانا المحلية. هالمفردات الموسيقية جنب بعضه بشكله جمل، بشكله عبارات، بشكله حوارات، تساؤلات، مليون شغلة. إذن الحوار الموسيقي يلزمه لغة موسيقية، واللغة الموسيقية تتألف من نتيجة هالخلايا الموسيقية والعبارات والجمل الصغيرة وكيفية الانتقالات ليشكل جمل خصوصية، خصوصية حوار نغمي حتى يدخل في عالم الحوارات الدرامية والأعمال بعمق أكثر وأكثر. عموما رح نوصل لسؤال يرتبط بالأعمال الدرامية، لكن كل حديثنا هو عن الموسيقى السورية. نحن ما اقتربنا على الموسيقى العربية. نعم. نحن أثناء الإعداد قلت لي ما بدي أقرب على الموسيقى العربية لسبب واحد، مشان ما يفهموني غلط الناس. الموسيقى العربية كلمة كبيرة يشمل 20 دولة، 23، 24، وكل دولة لها خصوصياتها، لها قوانينها. إذا فبتخاف تحكي شغلة مثلا تنفهم غلط ولا شيء، موضوع عنوان كبير بيشمل كل هذا ماني قد الجواب فيه. بس هالأقطار العربية في هناك خصوصيات، في هناك قواسم مشتركة بيناتهم في النهاية بشكل الموسيقى العربية. والموسيقى السورية أو المصرية أو المغربية كلهم روافد لشكلها الموسيقى العربية. مع أنك درست بالقاهرة أنا مؤمن أنه في موسيقى عربية هي نتيجة قواسم مشتركة من هالموسيقات. بين قوسين ليس كل ما يغنى بالعربي بصير اسمه موسيقى عربية، لازم ننتبه. ممكن تكون غير ما بيتغنى بالعربي بس حس الموسيقي تبعه غير شيء. بس هون الموسيقى السورية ليش أقول؟ لأنه هذا اللي متمكن منه، عايش فيه، اللي بدي يساوي تطوير من ضمن خصوصيات بلدي حتى نطلع إلى مستوى أكثر شأنا. ممكن يكون رافد في المستقبل للموسيقى العربية هالموسيقى السورية. هالموسيقى السورية وهذا اللي عم نسمع اللي سمعناه قبل شوي اللي هو الثلاثي الوتري وهي المعزوفات هي نموذج حي من عملك اللي هو فعلا بيرفض الموسيقى السورية وبينقلها للعالمية يعني. نعم. والقصد لأنه كان أنه صرنا سنوات طويلة عم نسمع كلياتنا موشحات قدود، هدول ألحان جميلة جدا، أغاني وقصائد ومواويل وقطع موسيقية بسموه موسيقى الصامتة. طبعا هذا خطأ شوي الحكي، بس هالموسيقات اللي عم نسمعه عبارة عن موسيقى ذات قالب معين وأحادي، والتعابير فيه أخذت حيز من الجمود، ما عاد في يصير تطوير داخلي. بينما انتقال من هالموسيقى الغنائية إن كان بالأغنية أو الموشحات أو غير شيء إلى موسيقى بحتة غير مع الشعر يعني، ومكتوب بشكل فيها تعمق أكثر وفي تعدد الأصوات، مو مشان تعدد الأصوات والهارموني لأنه هارموني، حتى يزيد عمق في التعبير أكثر. فهنا هذا عطى للموسيقى ضمن قالب مفتوح، عطى الصيغة عالمية أكثر
وأنا كثير مبسوط انتقال هالموسيقى اللي بلشت فيه من وضعه الغنائي العادي إلى موسيقى المجرد إلى وضعه الموسيقى البحتي العالمية اللي ممكن يسمع الغربي والشرقي بكل راحة وبفهم. أنتم بعيش. أسهمتم من خلال جهدكم أستاذ بأنه يصير في بسوريا موسيقى كلاسيكية سورية. بالضبط. هذا السؤال الخامس. طبعا أهم ما حققه الموسيقار نوري اسكندر توثيق الموسيقى السورية القديمة ولا سيما السريانية الكنسية أو المدنية. 2 حفظ ذاكرة مدرسة الرها أورفا ومدرسة دير الزعفران. 3 تطوير وتوثيق التراث الموسيقي الشفوي. 4 تحقيق تداخل الأجناس والعلاقة بين المقامات الشرقية والغربية. ماذا تعتقد؟ كمان كله بيكمل بعضه بيطلع ضمن سؤال واحد هو لكن تحديدا الموسيقى التراثية تطوير وتوثيق الموسيقى الشفوية. الشفوية ضروري بده يصير تحصيل حاصل إجباري. نعم. من الشفوي بدك تنتقل إلى اختيار، يعني هذا هو الخيار. لا 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 توثيق الموسيقى السورية القديمة كمان تحصيل تحقيق حاصل. تداخل الأجناس والعلاقة بين المقامات الشرقية. تحصيل حفظ حاصل. ذاكرة مدرسة الرها. هذا هو الخيار. لا خلق موسيقى سورية محلية جديدة من جذور تراثية إلى موسيقى عالمية. إذا تحقيق تداخل الأجناس كله مع بعض تداخل. بدي خيار واحد بين الأربعة أقرب الخيارات لما تقول. الممكن يفيد للأجيال المستقبلية هو حفظ التراث الشفهي ضمن نوتات إذن موسيقية. الخيار رقم 3. اي نعم هذا ممكن يستفيد منه الأجيال القادمة ويحاولوا يساوي اللي بريده. الموسيقى القديمة السريانية والبيزنطية والموجودة بسوريا هل لها امتداد حتى اليوم؟ طبعا بما نسمع طبعا كثير امتداد واضح واضح. بس سوء حظ بدي احكي كلمتين. في كثير ناس موسيقيين عنا حتى الان بيعتبروا انه ما في موسيقى سوريه. بيقولوا ايش في موسيقى سوريه في البلد سوريا. هن كل مفهوم للموسيقى عباره عن اغاني قصائد هالاعمال البسيطه السماعيات وبشارف. انه موسيقى سوريه متميزه ما في. طب الموسيقى هل هناك موسيقى اسلاميه؟ طيب احنا طول بالك هالموسيقى السوريه موجوده في البيزنطي والسرياني والموسيقى الشعبيه والاسلاميه كل هدول موجود فيه روح الموسيقى السوريه. هذا ضروري لازم الباحثين الموسيقيين او اللي بيحكوا عن الموسيقى والنقد يرجعوا يسمعوا. والموسيقى السريانيه اللي عم يسمعوا نحن في الكنائس كان ضمن جدران كنائس ما كان طلع برا. من هالخمسين سنة صرنا نسمع العالم نقول لهم في هيك شيء. كذلك البيزنطي. فإلى جانب الموسيقى الفولكلورية والأرياب وهالموسيقات بعد شوي بعد فترة من التاريخ في القرن العاشر وما بعد بعد ما دخلوا أهل سوريا بلاد الشام إلى الإسلام. نعم. أفواجا وأخذوا معهم معلوماتهم ثقافاتهم ومنها الموسيقى. فهالموسيقى اللي عم نحكي عنه السرياني بيزنطي تطورت في المرحلة الإسلامية إلى صيغ أرقى وإلى أرضية الموسيقى أرضية الإسلامية الحالية هي موسيقى سريانية سورية سريانية بيزنطية سورية بكل معنى الكلمة. وتقصد الموسيقى الموجودة في سوريا؟ نعم ليس الموسيقى الإسلامية التي تعزف في المغرب العربي. لا هو الموسيقى الإسلامية في مغرب غير شيء وفي الجزيرة غير شيء وكذا. الموسيقى الإسلامية السورية هي امتداد الموسيقى السريانية والبيزنطية والفولكلورية والآرامية شنو ما تريد تسمي إلى البعد التاريخي الحضاري. إلى السؤال السادس. أبرز مميزات الموسيقى السورية الأصيلة برأي الأستاذ نوري اسكندر بناؤها على أساس الأجناس الشرقية المحلية. 2 تراكيب الإيقاعية البسيطة الخاضعة للوزن الشعري للنص وبعض المخالف له. 2 تراكيب اللحنية المؤلفة من خلايا وجمل موسيقية خاصة. 4 استنادة إلى الموسيقى السريانية كمرجعية هامة. كل الأربعة كمان بيكملوا بعض ويصير جواب لسؤال واحد. الخصوصية المتميزة في الموسيقى السورية جماليات خاصة إيقاعات تراكيب إيقاعية تراكيب لحنية وضمن فورم. وبعدين في شيء تاني ما هون ذكرت هالألحان المتميزة كتبت ووضعت ضمن بنائيات موسيقية بنائيات تراتيلية ضمن الطقوس السريانية
يعني طقس بناؤها على اجناس هيك فينا نعتبرها لا خيار؟ مو الاجناس، هالالحان بناء ضمن مرحله تقسيم معينه ضمن ساعه ونص من احدى الحفلات احتفالات الدينيه يشكل تركيب موسيقي مهم جدا. تاليف موسيقي تركيبه اللي فيه بنسميه نحن البناء الموسيقي الكونستركسيون تبعه، اما بيكون صيغه متتاليه او صيغات متنوعه او صيغات ترجيعيه، فهذا الى جانب هدول في البناء الموسيقي في عبقريه في ضمن الطقوس طيب هدول. لا 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 انهي السؤال هذا او اخذ خيارك، الاقرب الى كلامك تراكيب اللحنيه المؤلفه من خلايا وجمل موسيقيه خاصه. ليس وحده، تراكيب الايقاعيه واللحنيه اريد خيار من الاجناس والاجناس الموسيقيه. اريد خيار من الاربعه بناء على اساس الاجناس الشرقيه، تراكيب الايقاعيه البسيطه، تراكيب اللحنيه استنادا الى الموسيقى برايك يعني اهم المميزات للموسيقى السوريه. إيه ناخذ جزء نترك جزء ما بيصير. طب بدي جاوب على السؤال، نحن إيه متفقين بالاعداد على الموضوع. ايه متفقين. ايش كان اخر رابع واحد؟ استنادا الى الموسيقى السريانيه كمرجعيه هامه. ايه هذا الرابع، الخيار الرابع. إيه. طب هذا البناء كلياته جسدته حضرتك مثلا بكونشيرتو العود؟ نعم. هل الرابع الجواب انه كل الصفات اللي ذكرته الاسئله موجودين في الموسيقى التراثيه السريانيه، وانا من هذاك استقيت كثير روح تجديديه وبنائيات جديده للموسيقى السوريه، منه كونشيرتو تشيلو، كونشيرتو العود، في قصائد غنائيه، في اعمال ثلاثي وتري متعدد الى اخره، كل هدول من هالروحيات مع تنويعات مع تجديدات كتابات جديده. انا لانه بحب العود وبحب كونشيرتو العود اللي حضرتك عازفه واللي حضرتك مألفه، يعني حابب اسمع ولو دقيقه من كونشيرتو العود، وبدي ادعو كمان جميع المشاهدين ليسمعوا معنا دقيقه واحده بس 60 ثانيه من الشيء اللي عم نحكي عنه كنا هلا مع الاستاذ نوري اسكندر، كونشيرتو العود. على عيني. أنا إذا كل ما بيحط مسمع بدك بدها تثير الأشجان بقلبك وبدك تبكي. لا 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 أنا ما في أشجان، هذا استماع عادي كثير كويس ما في شيء. على كل الأحوال بس هداك غير موقع، هداك غير لا فيه. أنا فهمت عليك تماما، بس أنا بصراحة أتأثر جدا برؤية دموعك الغالية على لا لا هداك حالة كثير شخصية بيني وبين إنسان آخر. عموما كونشيرتو العود يعني يبدو انه له حضور بموسيقاك بشكل كبير والعالم كله الا ما يعني بتعطي. خليني انتقل نوع اخر من الاسئله هلا بالسؤال رقم 7، وعم بيقولوا لي بالكنترول الوقت 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 دائما. اهم تكريم حصل عليه الموسيقار نوري اسكندر، بدنا نحكي بالتكريم بقى، عزف مؤلفاته في المسارح العالميه، حفلتي دار الاوبرا في احتفاليه دمشق عاصمه للثقافه العربيه، تأليف موسيقى مسرحية عابدات باخوس اليونانية ليوربيديس، ومن مديرية الخيار الرابع تكريمه من مديرية الثقافة بحلب. السؤال الأول، الخيار الأول اللي هو بالمسارح العالمية، العزف دار الأوبرا والمسارح العالمية. أيوة حفلتين بدار الأوبرا. مين أهم؟ مسارح عالمية ودار الأوبرا، مين أكثر؟ هذا في أوروبا في 5 عواصم من العالم سمعوا. نعم. عابدات باخوس هون سمعوا الجمهور السوري ودمشق وحضور، لكن بثت على الفضائيات وكان في حضور شخصي من سيادة الرئيس بشار الأسد للحفلة الثانية تحديدا. مزبوط
مزبوط، بس ما بعرف قديش كم ناس سمعوا. المهم هاتنين كملوا بعضهم سمعوا، يعني اوروبا تبع عبدات باخذ سمعوا اوروبيين، وهذا هون كمان سمعوا محلي اكثر خصوصي اكثر. هذا الخيار الاول. إذن عزف مؤلفاته في المسارح العالمية، إيه تبع أوروبا يعني عبدات باخوس. الخيار الثالث، الخيار والعزف مؤلفاته في المسارح العالمية، وهو بيندمج مع الخيار الثالث اللي هو اللي هو تبع دار الأوبرا. تبع دار الأوبرا. إذن راح نحط الخيار الأول. إذن الخيار الأول هو أهم تكريم لإلك. فعلا أهم تكريم لإلك ولا أنت بتشوف؟ لا، التكريم أنا اللي أنا ما كثير مع لعبة التكريم. لعبة التكريم ايه ما كثير مرتاح معه، بس هذا بعتبره تكريم من قبل مؤسسة التنمية للتراث والثقافة في سوريا بعناية السيدة أسماء. نعم. ايه فكان هذا كثير تأثرت وحسيت انه وقت قالوا لي هناك تقدير، ايه انه سجل من أرشيفك اللي بتريده مشان للمستقبل، فهذا التقدير شفته كثير كبير. ولولا هذا ما كنت يعني وهذا صار بدار الاوبرا. هذا صار وتم عزفه في دار الاوبرا وطلع السي دي مشان اطلاق العمل الى اخره. فهذا تكريم كبير هذا بعتبره. بس التكريم الاكبر اللي بدي انتظره هو انه يسمحوا لي يصير عندي ظروف لتكميل تجاربي الموسيقيه في المقامات والاجناس لخلق موسيقى سوريه ابعد عالميه وأكثر تفصيلاً للتعبير عن الحس السوري. ماذا ينقصك؟ السوري ماذا ينقصك لكي تكمل؟ هالإنسان السوري ابن الحضارة، ابن الستة آلاف سنة من الحضارات. هذا الإنسان قادر أنه يعمل موسيقى رائعة جداً، وقادر يعمل كل شيء رائع. ماذا ينقصك لكي تكمل؟ ينقص أنه يقولوا لي تعا كمل، شو بلزمك كمل هال إذن دعم مادي. إيه دعم مادي، تحضير أجواء حتى أكمل هالتجارب لخلق موسيقى، لأنه هالتجربة في العالم العربي في الموسيقى العربية ما دخلوا ناس تانيين لسه. بيعملوا تجارب من نوع العادي معتدل، أنا بالنسبة لي معدين وخالصين وهذا، بس في شيء أمور تانية هو الطموح الكبير إنه هالموسيقى السورية يوم بصير تكميل التجارب بيطلع لنا موسيقى عالمية، مو بس عالمية التقليد الكلاسيك، موسيقى عالمية متميزة ذات لون وذات صبغة ذات نكهة موسيقية جديدة على العالم كمان كله. اذا بس لا احنا تجاهلنا شوي مشان نلحق الوقت، لكن دائما النسب عم تكون قريبة من خياراتك. بالسؤال بالرقم 7، عزف مؤلفاتك في المسار العالمي الخيار اللي اخترته 23% اعتقدوا انك تعتبره اهم تكريم، لكن النسبة الاكبر اعتبرت انه حفلتي دار الاوبرا باحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية. نعم. هي اللي رح تختارها وعطوها 42%. خليني نروح مباشرة للسؤال رقم 8. يرى الأستاذ نور اسكندر الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية مجرد ملأ لفراغ الصورة تواكب وتفسر ما في المشهد الدرامي من أثر، 3 مهنة مربحة للموسيقيين الشباب، 4 تجربة لم تقدم له شيء. وأنا أقول تجربة لم تقدم لك شيء لأنني أعلم أن لك أعمال كثيرة، يعني بين 80-81 عملت الدروب الضيقة للأستاذ فردوس أتاسي الوسيط، عملت فيلم علاقات عامة بعتقد مع الأستاذ كمان المخرج سمير ذكرى، بلد الزيتون أيضا. الموسيقى التصويرية. التصويرية بالنسبة لي بيئة كثير رائعة للعمل على موضوع الدراما الموسيقية، لأن الموسيقى التصويرية في المسلسلات ما هي تعباية جمل موسيقية عشان تعبي الفراغ وتمشي، مشان تترجم الحالة الدرامية في الصورة أو في العلاقات أو في الحوارات، تخلق هالحالة الدرامية بالشفهية مع الصورة موسيقيا معه. إذا تواكب وتفسر ما في المشهد الدرامي من أثر. طبعا الخيار الثاني. اي نعم. نعم، لأنه هذا الشغل فيه كتير بيفتح المجال إنه إنسان يكتب موسيقى في المستقبل أكثر، لأن الموسيقى الجادة بدها دراما موسيقية. جيد. إذا وصلنا للسؤال التاسع وبقي عندنا فقط سؤالين وهن عكس بعضهم. حلم الموسيقار نور اسكندر الذي تحقق، بناء جيل موسيقي حافظ للتراث، نشره للموسيقى السورية في أرجاء العالم، رؤية الألحان السورية محفوظة ومدونة بعناية، 4 التجديد والتطوير في الموسيقى السورية المعاصرة. كلهم بيكملوا بعضهم صراحة.
بس آخر واحد آخر اختيار اللي هو التجديد هو اللي والتطوير في الموسيقى. ايه بيجمع كل الأسئلة اللي سابقا تحقق الخيارات. ايه نعم تحقق. تشعر الآن أنه تحقق ولا تحقق لا لسه من بداية؟ لا تحقق جزء منه بس بده يتكمل لسه، لازم يتكمل. كأنك تجيب على السؤال العاشر هلا. لا أنت سألتني على التاسع. التاسع آخر خيار تحقق. آخر خيار اللي هو التجديد والتطوير في الموسيقى السورية. ايه. لا لأنه خلينا ننتقل مباشرة للسؤال العاشر. إذا السؤال العاشر، الحلم الذي لم يتحقق للأستاذ نوري اسكندر، إكمال التجارب الموسيقية الخاصة، رؤية الموسيقى العربية في فيديو كليب رخيص، عدم حصوله على التكريم الذي يليق فيه، تحويل جميع ما كتب من موسيقى لأعمال معزوفة. لا السؤال الأولاني، الخيار الأولاني ممكن تعيد اللي هو إكمال التجارب. نعم. الموسيقية الخاصة. إكمال التجارب الموسيقية هذا أهم هاجس وأهم مطلب أتمنى أكمله. هذا لأنه ما بعرف إحساس طول هالسنوات الطويلة هو من أجل هالهدف هذا. قسم منه حسنت أضاين لحالي بهالثلاثين سنة أثناء الشغل أمرق هالتجارب ضمن الأعمال، ضمن الأفلام الموسيقية تبع موسيقى الأفلام، موسيقى التصويرية للمسلسلات، موسيقى لحالها، كله مررت التجارب. لكن هلا في تجارب ثانية أكثر ما له علاقة، بده يكون بحث قائم لحالها. أتمنى هذا الحلم يتكمل. في توازي بهذا السؤال، يعني 27% فاصل 27 في عندنا ثلاث إجابات، يعني في توازي عاطين 27 من ضمنهم إكمال التجارب الموسيقية. يعني في 27% عاطين وهي من النسب العالية. لكن أنا بدي أوقف عند الثالث. شو كان الثالث؟ هي عدم حصوله على التكريم الذي يليق فيه. لا هذاك ما كتير، أنا بهمني حصلت على التكريم الذي يليق فيه. تكميل التجارب هي أكبر تكريم بيصير إذا صار تكميل التجارب. أي. طيب أنا بدي أرجع عند الخيار الثاني، رؤية الموسيقى العربية الجيدة في فيديو كليب. ما بدي انا قلت رخيص ليش؟ لانه بصراحه الفيديو كليبات دائما عم تطلع عم بتقدم شيء مستهلك. اول شيء شو رايك بالفيديو كليبات اللي عم تطلع بالموسيقى قبل ما نعرض النسب؟ يعني نسب الفيديو كليب العامه ظاهره موسيقيه في الاغنيه جميله اذا كان معتنى في عنايه تامه في الاخراج وفي تفسير ترجمه المعاني تبع الاغاني. طبعا في الموسيقى الاستهلاكيه نسبه كبيره بصير استهلاكيه اسمها، يعني بيسمع وبيبسط بيروح، ما بيترك أثار كثير كبيرة طويلة، تأثيرات عميقة. وهذا في الموسيقى في العالم كله في هيك، في موسيقى استهلاكية عادية، في موسيقى جاد بيكلف للتعمق فيه، بيكلفه ثقافة وفكر إلى آخره. فهذا موجود لابد منه، وممكن يطلع من بيناتهم شغلات جميلة. طيب جدا بالموسيقيين السوريين ما في ولا اسم هيك بيحضر بذهنك عم يعملوا مثلك؟ في والله شباب جدد، أنا متفائل. بس هيك قبل ما نقول النسب، شباب جدد عندهم رغبة كتير يكملوا في البحث والتأليف. ما زيد جبري هذا خلص دراساته في بولونيا، بعد في شاب شفيع بدر الدين، شفيع بدر الدين، بعدين حسان مصطفى، حسان طه، حسان طه نعم، وبعدين في غير شباب كمان تخرجوا عندهم لسه ما قدموا كتبوا أعمالهم. في ناس كتير. إبراهيم كيفو؟ طيب لا إبراهيم كيفو صديق بيغني وبيعزف وعنده تجارب، بيغني في المجال الشعبي في الأغنية. طب سمير كويفاتي؟ ما تسألني أسئلة تحرجني فيه، هذول شباب أصدقائي كلهم، كلهم بيكتبوا كل واحد بأسلوبه الخاص، إن كان في الدراما الموسيقية بالنسبة لسمير، إن كان في الأغنية الشعبية بالنسبة لإبراهيم وغيرهم، في كل واحد في مجاله بيعمل. على كل إن أنا عم حاول أحصل منك على شهادات فيهم كلهم، وأنت بتعطي شهادات كبيرة. لا أنا عم دور المنظر ولا أكون أستاذ على هالشباب كله. لا عموما النسب النهائية 14%، وهي يعني فعلا عم قولها ما كنت متوقع. أجابوا حققوا أعلى نسبة 70%، يعني مجاوبين على 7 أسئلة صحيحة 14%، وهي نسب أعلى نسبة حتى الآن. دائما أعلى النسب بتكون عندنا بين 3، أعلى نسبة وصلت عندنا 4 بالنسبة للتطابق، يعني 4% أجابوا على أعلى، يعني أكثر شيء بشكل صحيح، إلا حلقة حضرتك 70%، ما بعرف ليش. لكن النسبة الأعلى هن 30%، 28% أجابوا على 3 أسئلة صحيحة. بدي أعرف الأسماء
قبل ما أشكر حضرتك وأختم الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، وفي عندي أسئلة للمشاركين كتيرة بصراحة، حابب روح عليها، وإذا في عندي وقت كالعادة، بس آخر حلقة سامحونا شوي. إذا الأسماء الموجودة الثلاثة اللي تقاطعوا أكتر شيء مع حضرتك: مهند جمال الحسين، وسام عيسى ناصر، مريم أحمد علي، وثلاثتهم من سوريا، هن اللي حققوا أكثر نسبة تطابق مع حضرتك. وبدي أقول بآخر حلقة أنه بين الـ 14% اللي أجابوا أكثر إجابات صحيحة، هدول الأشخاص ثلاثة طبعا عندهم 70% من الإجابات، لكن هدول الأشخاص بيكونوا الأسرع في الدخول إلى الإنترنت. مشان هيك بالمواسم القادمة إن شاء الله إذا كنا معكم ببيني وبينك، بتمنى تكونوا سريعين بالدخول إلى موقع الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون لاختبار معرفتكم بضيفنا. أنا بدي أشكر جدا وجودك معنا بآخر حلقة. شكرا جدا. إذا في كلمة لك تحب تقولها قبل ما أختم. شكرا لجهودك، وشكرا للشباب اللي تحملوا معك، وشكرا للجمهور اللي قاعد يستمع. إن وهكذا أتمنى. كنت مرتاح باللقاء؟ لا، كويس، لقاء مريح ممتع كمان. شكرا. تمنيت يطول أكثر من هيك. وأنا كمان دائما، بس لكن بيوصل دائما للنهاية، بوصل حتى أتوجه بنهاية للجمهور، أتوجه بالمباركة لكل من شارك معنا في هذا البرنامج عبر الإنترنت، متوقع عن إجابات الضيف، وكان ممن أحرز أحد المراكز الثلاثة الأولى من حيث نسب التطابق. جميع هؤلاء سيحصلون على جوائز مالية قيمة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يمكنهم استلامها من مبنى الإدارة والمالية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والواقع في دمشق منطقة جسر فيكتوريا بعد أسبوع من تاريخ بث هذه الحلقة. أدعو جميع المشاهدين للدخول إلى رابط البرنامج عبر موقع التلفزيون السوري للتأكد من أسمائهم إذا كانوا من الرابحين، وتفاصيل أيضا استلام الجوائز، وألف مبروك. أما الآن قبل أن أودعكم، يجب أن أتوجه بالشكر الخاص لجميع من أسهم في إنجاز هذا البرنامج، والذي يقوم أولا على برمجية دقيقة قام بها قسم المعلوماتية في التلفزيون السوري. أشكره جدا لهذا القسم، وأخص بالشكر مصمم هذا البرنامج الذي كنت تشاركون عبره خلال الحلقات هذا البرنامج، المهندس محمد نصر، شكرا جزيلا له. ولأن برنامجنا هذه السنة استثنائيا بدون القائمة الطويلة من الأسماء التي اعتدتم عليها في شارات برنامجنا أو برامجنا، يجب أن أتوجه بجزيل الامتنان إلى فريق عمل كبير من فنيين وتقنيين وإداريين قدموا ما بوسعهم ليكون البرنامج بالشكل الذي شاهدتموه، والذي أتمنى أن يكون نال ولو جزء صغير من إعجابكم. أما آخر ما أرغب بأن أحمله للأثير في هذا البرنامج دعاء أعتقد أننا نشترك فيه جميعا، أن يا رب أعد علينا وعلى سوريا شهرك الفضيل وعيدك السعيد بالخير والمحبة والسلام. لكم تحيات مخرج البرنامج مهيب بهلول، وخالص محبتي أنا أمجد طعمة. إلى اللقاء. شكرا أستاذي، يعطيك العافية. أهلا يا سيدي.